يقول هل تسقط صلاة الجماعة عمن أكل ثوما أو بصلا، وهل يعتبر أكلها حرام؟ لا تسقط صلاة الجماعة، هي واجبة عليه، ولكن لا يذهب إليها لأن لا يؤذي المصلين، فهو يخسر صلاة الجماعة، يخسر الأجر، وهي لم تسقط عنه، وإنما منع من أجل منع أذاه عن الناس، فيخسر صلاة الجماعة وأجر صلاة الجماعة، ويكون آثما بذلك.